البرلمان يحول جلسة تضييف المسؤولين في تهريب الأموال إلى سرية، والجبوري يشكل لجنة عليا تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المسروقة. النزاهة تحيل ثلاثة مسؤولين كبار للقضاء بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع، والهجرة النيابية ترفع ملف فساد لجنة النازحين إلى النزاهة. العبادي يبحث مع الكتل السياسية التوصل إلى اتفاق لاختيار كابينته الجديدة، والأحرار تمنح الحكومة تفويضا مشروطا للتغيير الوزاري. مجلس نينوى يجدد رفضه مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل، واستمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى مخمور استعدادا لساعات الصفر. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من المدى الفضائية. في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام، حولت رئاسة مجلس النواب جلستها إلى سرية أثناء تضييفها محافظ البنك المركزي ووكيل وزير المالية وممثلا جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية للكشف عن أسماء الشخصيات الحكومية المتورطة بعملية تهريب الأموال خارج العراق، الأمر الذي كشف تفاصيل كثيرة نتابعها في التقرير الآتي. أمكن سيادة الرئيس باعتبار أن موضوع ما أن بدأ محافظ البنك المركزي ووكيل وزير المالية وممثل جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية الذين ضيفهم مجلس النواب بعرض أسماء الشخصيات الحكومية المتورطة بعملية تهريب الأموال خارج العراق، حتى سارعت هيئة رئاسة المجلس إلى تحويل جلستها لسرية وأوصت نوابها بعدم الكشف عن أي معلومات. اتفقنا أن تكون الجلسة سرية، وأيضا كان هناك توجيه لا نذكر أسماء في الوقت الحاضر، لأنه كل ما ورد يعني من اسماء وايضا ما ذكر من ارقام كلها يعني لم تكن بالشيء الدقيق، وايضا التهم الرئيسيه الموجهه لهؤلاء لم تكن هي يعني مجرد تهم، لم تكن يعني حقيقه، فلذلك نحن نبتعد عن ذكر الاسماء في الوقت الحاضر. وتناولت الجلسة أيضا مناقشة للشركات والعقارات التي يمتلكها جهاز مخابرات النظام السابق والأموال التي هربها خارج العراق والمودع لدى مصارف عالمية ترفض تسليمها للحكومة العراقية، في حين قدرت المبالغ المهربة والموثقة في سجلات الحكومة العراقية خلال 12 سنة الماضية ب 15 مليار دولار. وهناك أيضا أموال تحت اسم عقارات وتحت اسم شركات وهمية تابعة لجهاز المخابرات العراقي في نظام السابق، فتلك البنايات وتلك العقارات لا تقدر بالثمن بسبب كانت هذه واجهات النظام السابق في ذاك الوقت ب 2003 بالضبط. مثلا صارت الهجوم 21، تم ايداع اموال تلك البنوك بيوم 20 مثلا يوم 19، فملحق او ملحق يعني ملحق المستثمر يسحب الفلوس، لان ماكو هناك حيصير مثلا خلينا نقول وثيقه يعني من الدوله انه تثبت انه هذا تم سحب الاموال. لحد هذه اللحظه ماكو مبلغ محدد، ولكن توجد يعني ما لا يقل عن يعني 15 مليار فما فوق خارج العراق. وشكل مجلس النواب لجنة عليا برئاسة أحد نواب رئيس مجلس النواب التي تضم في عضويتها رؤساء لجان العلاقات الخارجية والمالية والأمن والدفاع والنزاهة والقانونية من أجل استرداد جميع المبالغ المهربة وتفعيل صندوق الاسترداد. حقيقة ما تم التوصل إليه تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد نائبي رئيس مجلس النواب وعضوية رؤساء اللجان المعنية وكذلك الجهات التنفيذية. أعتقد السبب في تأخر عمل هذا الصندوق هو مسؤولية هذا الصندوق لأحد وكلاء وزارة المالية اللي هو أساسا لديه مسؤوليات كبيرة. ولم يجري صندوق الاسترداد الذي أسس عام 2012 سوى 9 اجتماعات، على الرغم من تخصيص أموال له في الموازنة الاتحادية تصل إلى 20 مليار دينار سنويا، لكنه لم يتمكن من استرداد أي مبلغ مهرب خارج العراق. من بغداد، محمد صباح، المدى. كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن تشكيل لجنة عليا تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدا أن هذا الموضع سيكون من أولويات المجلس في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المختصة إلى استعراض تقارير ومعلومات
تهريب الأموال من جهة أخرى. أكد الجبوري أن المجلس سيعرض في جلسته المقبلة صيغة للتصويت حول شمول رؤساء الهيئات المستقلة بعملية التغيير الوزاري أو التعديل أو التصويت داخل البرلمان في خطوة لإنهاء عملية إدارة الدولة بالوكالة. أعلنت هيئة النزاهة إحالة 3 مسؤولين كبار إلى القضاء بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع دون أن تكشف عن أسمائهم ومناصبهم. الهيئة وفي بيان لها أكدت أنها قامت بإحالة الوجبة الثانية من المتهمين بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع إلى القضاء، مشيرة إلى أن إجراءاتها هذه تستهدف الفساد بعينه دون غاية شخصية أو استهداف لشخص أو لحزب أو لكتلة معينة. من جهة أخرى، كلفت هيئة النزاهة مجموعة من المحققين لتدوين أقوال النائب مشعان الجبوري بشأن القضايا التي طرحها في وقت سابق والخاصة بالفساد، حيث ستأخذ اللجنة على عاتقها التحقيق والتأكد من صحة القضايا المطروحة بأسرع وقت ممكن، ومن ثم سيتم محاسبة جميع المفسدين. من جانبها، أحالت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ملف تأجير فنادق في محافظة كربلاء لإيواء النازحين إلى هيئة النزاهة لوجود ملفات فساد فيها. وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي أن هناك تلكؤا من قبل اللجنة التنفيذية العليا لإغاثة وإيواء النازحين التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلق في متابعة لملف الفنادق في كربلاء والذي أحيل إلى النزاهة وهو تحت أنظار القضاء في الهيئة، مشيرا أن ما يقارب 15 مليار دينار صرفت على عدد من النازحين سكنوا في فنادق لفترة طويلة. وكان نائب رئيس الوزراء المقال بهاء الأعرجي قد كشف عن رفعه دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري. الأعرجي أوضح في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أن صفة المتهم لا تصدر من النزاهة وإنما من المحكمة الاتحادية، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد رئيس هيئة النزاهة. أنا اضطررت أن أستعمل حق القانوني والشرعي، وقمت شكوى لما علمني القاضي أو المحكمة أنه لا توجد شكوى، قمت شكوى على رئيس هيئة النزاهة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه بالاستخدام، وبالتالي هذا حقي القانوني. لم أرد أن أصل إلى هذا الموضوع باعتبار أنه كان زميل في مجلس النواب، لكن هذا حقي القانوني والشرعي. أطلب من السيد رئيس الوزراء، وكما عاهدته شجاعا وحريصا على المصلحة العامة، أن يتخذ خطوتين يجبره القانون على القيام بهما. الأولى سحب يد السيد رئيس هيئة النزاهة من مزاولة عمله كون اليوم تحقيق. أكو تحقيق، الموظف عندما يكون في دائرة التحقيق وفي دائرة الاتهام، اليوم عندما خرجوا بالأكذوبة أن بهاء الأعرجي متهم ولم يتهم، اليوم السيد رئيس هيئة النزاهة متهم وفق القانون، وهذا أنجب، هذا قرار محكمة. الأعرجي أعلن تحريكه شكوى بشأن التراخيص النفطية التي يشوبها فساد كبير، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة عليا بشأن العقود النفطية التي أهدرت 13 مليار دولار سنويا. قمت أيضا شكوى وإخبار باعتباري أملك كافة التفاصيل حول التراخيص النفطية، وطلبت من القضاء أن يشكل لجنة بتدقيق هذه التراخيص التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه، وأنا بينتها أوهم الشعب العراقي والحكومة ومجلس النواب بأن النفط أو برميل النفط ندفع على الشركة بدولار أو دولارين، وأنا ما قدمته للمحكمة وبهذه الأوراق أثبت أنه يكلف 20 دولار، وهذا حتى السيد رئيس الوزراء قال أننا يصفي من برميل النفط إلينا 13 دولار. تشكيل لجنة عليا بالتحقيق في موضوع العقود النفطية، أنا أقولها للإعلام لأول مرة، تباحثت كثيرا عندما كنت مسؤول أو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة مع رئيس الوزراء، وواصل إلى قناعة ويسمعني بأن هذه العقود فيها غبن وغبن كبير للعراق،
وفيها سرقة لأموال العراق، لكن واجبه أن يقوم اليوم تحقيق في هذا الموضوع. التغييرات الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي القيام بها أثارت الكثير من السجالات السياسية داخل أروقة مجلس النواب، حيث أكد بعض البرلمانيين أن الإصلاحات لا تزال منقوصة من دون وجود خطة استراتيجية تكافح الفساد في جميع المفاصل الحكومية، فيما يرى آخرون أن التغييرات لا تزال ضبابية. يبدو أن رياح التغيير الوزاري الشامل جاءت بعكس ما تشتهي الكتل السياسية، والتي أبدى البعض منها تحفظا شديدا على هذه الخطوة، وهو ما قد يدفع رئيس الوزراء حيدر العبادي بحسب نواب إلى سلوك خيار آخر يتمثل بتغيير الوزراء بشكل جزئي تدريجي متصاعد. أعتقد أنه يعني ما يريده هو تغيير وزاري جوهري وشامل، وإذا وافق لمجلس النواب على هذا، وهي القضية مشكوك بها أن يوافق، اعتقد انه راح يعني يضطر الى ان يسلك الطريق الخيار البديل الاخر الذي هو الاصلاح الجزئي ولكن التدريجي المتصاعد. يمكن يبدا بالوزارات اللي عليها شبهات فساد، يبدا بالوزراء اللي غير كفؤين، يبدأ بالوزراء اللي هم في خارج اختصاصهم. ويصف نواب عن كتل سياسية مختلفة مشروع العبادي الأخير بالضبابي، مشيرين إلى أن الإصلاح ليس بتغيير الوزراء وحسب، وإنما من خلال وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. لحد الآن يعني أكو ضبابية في مشروع الأخ العبادي. الأخ العبادي إذا أراد أن ينجح هناك جناحان يطير بهم، أول مرة التحالف الوطني باعتبار هو الكتلة الأكبر وهي صاحبة التغيير، والجناح الثاني هو توصيات وإرشادات ونصائح المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. إذا كنا نريد أن نحدث الإصلاح الحقيقي، هل الإصلاح أنه هو يعني متمركز فقط أنه تغير الوزير؟ المفروض أنه السيد العبادي يطلق استراتيجية لمكافحة الفساد الموجودة في الوزارات، ينظفها كاملة من الفساد ويغير الوزير، أما أنه فقط تتغير الوزير والفساد موجود في جسم المؤسسة الوزارية فهذا هو أنا من وجهة نظري كعضو في لجنة حقوق الإنسان أنه مو صحيح. تباين آراء الكتل السياسية يجعل من مشهد التغيير الوزاري بحسب نواب معقدا للغاية. من داخل مبنى مجلس النواب، صالح الطيب، المدى. أكد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة عرضت آلية جديدة على البرلمان لطلب الدعم وضرورة إجراء تغيير الكابينة الوزارية وفق متطلبات المرحلة الحالية. وقال الحديثي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي حدد عند زيارة البرلمان آلية عمل جديدة بطلب الدعم من الكتل السياسية، وفي حال التوصل إلى اتفاق يتم اختيار الوزراء. وأضاف العبادي وأوضح بشكل تفصيلي للبرلمان ضرورة التغيير وفق متطلبات المرحلة الحالية. قدمت كتلة حزب الدعوة النيابية مقترحا لرئيس الوزراء لاختيار التشكيلة الوزارية الجديدة من خلال فتح الأبواب أمام المواطنين لشغل المناصب الوزارية بحسب الاختصاص. النائب عن الكتلة أحمد الشيخ قال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أن المقترح سيفتح الباب لمن يرغب بالمشاركة في الحكومة من أبناء الشعب كوزير في اختصاصه وفق الضوابط المرفقة. نتقدم إلى رئاسة الوزراء بآلية للتغيير الوزاري وفق الضوابط مطلوبة لاختيار التشكيلة الوزارية الجديدة، والتي نطمح أن تكون حكومة كفاءة ومهنية تعمل بدافع مهني بعيدا عن المحاصصات الحزبية والمذهبية والقومية. يكون هدفها الأول هو العمل الجاد لإخراج البلد من هذه المرحلة الصعبة وتحقيق آمال وأمنيات الشعب العراقي المطالب بالتغيير، آملين أن يجد هذا المقترح سبيله نحو النور والتطبيق الحقيقي، وأن تتعاون الكتل السياسية جميعا في سبيل تدليل الصعاب والمشاكل التي قد تواجه تطبيق هذا المقترح الذي سيفتح الباب
لكافة أبناء الشعب العراقي من أجل تولي المناصب المهمة ومنها مناصب الوزارة وفق الضوابط المرفقة. إلى ذلك أكد القيادي في كتلة الأحرار النيابية ضياء الأسدي أن كتلته لن تمنح الحكومة أي تفويض للتغيير الوزاري إذا لم توافق على أن يكون البديل وفق معايير التكنوقراط والاستقلالية. الأسدي أشار إلى أن كتلته تريد وضع معايير لتسمية الوزراء يأتي في مقدمتها وضع شخصيات مستقلة وغير منتمية لأحزاب، موضحا أن العبادي يحتاج إلى خطوة جريئة لحل التوافقات السياسية وإنهاء مبدأ المحاصصة. ونوه الأسدي إلى أن قتل هذا المبدأ يعني بدء مرحلة جديدة من العمل السياسي في العراق وستساهم بحل الكثير من المشكلات. قدم وزراء كتلة المواطن استقالاتهم لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمر الحكيم من أجل وضعها أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي. مصدر مطلع أوضح أن وزراء النفط عادل عبد المهدي والنقل باقر الزبيدي والشباب والرياضة عبد الحسين عطان قدموا استقالاتهم صباح اليوم للحكيم، وأن الأخير وضع استقالاتهم أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي للنظر والتصرف فيها بما يتماشى مع التغيير الوزاري المرتقب. طالبت كتلة الإصلاح النيابية ووزارات التربية والصحة والكهرباء بإعفاء الفقراء من كافة الضرائب سواء في الصحة وغيرها من التي أعدتها الوزارات. النائب عن الكتلة زهر العبادي دعا في مؤتمر صحفي الحكومة إلى إعفاء بعض الطبقات الاجتماعية من الضرائب، وبالخصوص المسجلين في الرعاية الاجتماعية وغيرهم ممن لا يملكون قوت يومهم. ندعو الحكومة إلى إعفاء بعض الطبقات الاجتماعية من الضرائب وبالخصوص المسجلين في الرعاية الاجتماعية مثل الأرامل والأيتام والمطلقات والعجزة والمرضى المزمنين وغيرهم من الذين لا يملكون قوت يومهم، بالإضافة إلى عوائل الحشد الشعبي والقوات المسلحة الذين لم يكن لهم نصيب في التقاعد. النائب عن الأنبار عادل خميس المحلاوي تأخر إطلاق رواتب 900 شخص من أبناء المحافظة من قبل هيئة التقاعد العامة لأكثر من 6 أشهر، داعيا وزير المالية بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين. إيقاف المعاملات التقاعدية لمجموعة من المتقاعدين ومن بينهم رواتب أعضاء مجلس محافظة الأنبار السابقين والدرجات الخاصة والبالغ عددهم 900 شخص وبدون سند قانوني منذ أكثر من 6 أشهر. أطالب وزير المالية بتشكيل لجنة تحقيقية لما تم ذكره آنفا ومحاسبة المقصرين، وكما أطالب لجنتي النزاهة والمالية النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من أعضائها ومعالجة الخروقات الحاصلة في هيئة التقاعد. رفعت رئاسة مجلس النواب جلسة المجلس إلى الأول من الشهر المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على قانوني وإنهاء القراءة الأولى لقانون آخر. المصدر قال أن الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون المصادقة على اتفاقية تعاون بين العراق وإيران في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي، والتصويت أيضا على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الحبوب لعام 1995، فضلا عن مناقشة موضوع تهريب أموال العراق وتقارير اللجان المختصة حول الموضوع.
أهلا بكم إلى تفاصيل الملف الأمني. حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اجتماعه مع قادة الحشد الشعبي من ترويج ما أسماه الإشاعات المسمومة بيان لمكتب العبادي. ذكر أن الأخير اجتمع برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبيه أبو مهدي المهندس ومحسن الكعبي ومعاون رئيس الهيئة ثامر التميمي، مضيفا أن الاجتماع شدد على أهمية الحشد الشعبي باعتباره أحدى الهيئات التي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، داعينا إلى التصدي للشائعات التي تسعى لإثارة الخلافات البعيدة عن الواقع بما يخدم التنظيمات الإرهابية. جدد مجلس محافظة نينوى رفضه دخول الحشد إلى الموصل ضمن القوات التي ستقوم بتحرير المدينة من تنظيم داعش. عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي أكد أن مقاتلي أبناء العشائر والجيش والشرطة تساندهم قوات من البشمركة والتحالف الدولي قادرون على تحرير الموصل، وأن الإصرار على إدخال الحشد قد يكون محاولة لإعاقة تشكيل قوة من أبناء المحافظة، موضحا أن مجلس المحافظة كان قد صوت بالأغلبية على رفض دخول الحشد الشعبي إلى المحافظة. بالمقابل، عد رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أن اشتراك الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل غير مبرر، مضيفا أنه يمكن تدريب أبناء المنطقة النازحين لتحرير المحافظة بالاشتراك مع الجيش العراقي. هناك أكثر من 1.5 مليون نازح في إقليم كردستان والمناطق الأخرى، فتستطيع أن تنتدب عشرات الآلاف من أبنائها للقتال وتحرير المدينة بالتعاون مع الجيش العراقي والتحالف الدولي. فوجود الحشد الشعبي ليس له مبرر أبدا، ونعتقد أن إهمال تطوع أبناء نينوى طيلة السنة الماضية هو متعمد، والآن يتكلمون حول دور للحشد الشعبي. أولا ليس له مبرر، وثانيا سيثير كثير من القضايا الطائفية حالات الثأر والانتقام خصوصا في المناطق المختلطة. من جهته، حذر محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من إشراك الحشد الشعبي في معركة الموصل، معتبرا أن أهالي الموصل سينتفضون ضد الحشد مما يعقد المعركة أكثر. النجيفي قال أن المعركة لن تنتهي بصفحة واحدة عند هزيمة داعش، بل ستكون هناك صفحة ثانية تتمثل في ثورة أهل الموصل ضد الميليشيات مما سيعقد المشكلة أكثر، واصفا قرار العبادي بغير الحكيم وأنه يهدف إلى تصدير صراعات الميليشيات الداخلية إلى المناطق السنية دون أن يبالي بمصلحة هذه المناطق ولا بنتائجها. ما تزال الاستعدادات العسكرية جارية لتحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، في ظل تأكيدات أمنية بأن العملية سيشارك فيها جميع صنوف القوات الأمنية بعد إخراج المدنيين منها عبر المنافذ الآمنة. استعدادات حثيثة وتعزيزات عسكرية مستمرة تجريها القوات الأمنية تحضيرا لاقتحام مدينة الموصل المعقل الأخير لداعش في العراق وتحريرها بالكامل، إضافة للقضاء على التنظيم بشكل نهائي. وكان آخر هذه التعزيزات وصول أكثر من 40 مركبة عسكرية محملة بالجنود إلى نقطة التجمع في قاطع مخمور جنوبي المدينة. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول قوات من البشمركة قادمة من محافظة الدهوك وتمركزت في قرية حسن جلاد ضمن بلدة أسكي شمال الموصل، استعدادا للمشاركة في معركة التحرير المرتقبة. هذا ولم يعد تحرير نينوى إلا مسألة وقت، خاصة بعد إعلان وزير الدفاع خالد العبيدي اكتمال خطة تحرير هذه المنطقة، في ظل تأكيدات أمنية بأن معركة الموصل ستكون بمشاركة جميع صنوف القوات الأمنية بما فيهم قوات الحشد الشعبي، خصوصا وأن هناك اتفاقا قد أجرته الحكومة المحلية لنينوى مع الحكومة الاتحادية يخص تطويع 15,000 مقاتل من أبناء المحافظة من أجل المشاركة بالعملية، إضافة إلى تدريبهم وتسليحهم بالكامل. لتؤكد بعض المصادر العسكرية والأمنية أن عمليات التحرير ستبدأ بعد أن تتمكن القطاعات العسكرية من فتح منافذ آمنة من جهات عدة لإخراج نحو 3 ملايين مدني من داخل المدينة يستخدمهم التنظيم كدروع بشرية.
نتابع الجدل بشأن مشاركة الحشد الشعبي والاستعدادات لتحرير الموصل هاتفيا مع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى محمد البياتي. أهلا بك سيدي. الله يحفظك ويسلمكم. سيد محمد، ردة فعل إعلان مشاركة الحشد الشعبي جاءت بشكل سريع، أين يكمن الخوف طالما تريد هذه القوة تحرير الموصل إلى جانب القوات الأخرى؟ حقيقة احنا اليوم في مجلس محافظة نينوى نرحب بكافة الجهات التي تشارك في عملية التحرير وكل الأجهزة الأمنية التي لها الحقيقة نستقبلها ونتمنى أن تشاركنا في تحرير محافظة نينوى. إضافة إلى أن هناك كما تعرفون اليوم أكثر من 15 ألف درجة وظيفية تابعة للحشد، سوف يتطوع أبناء محافظة نينوى للمشاركة في عملية التطهير ومن تطهير محافظة نينوى من بين 11 الإرهابي، كما أن القوات التي سوف تشارك هي من اختصاص دولة رئيس الوزراء نوع القوات، من كما تعرفون هو القائد العام للقوات المسلحة، فهو من يعين وهو من يقرر نوعية هذه القوات التي سوف تشارك في عملية التحرير. إذن سيدي الكريم، هل تريد حكومة نينوى تحرير المدينة على غرار الرمادي، أي في ظل غياب الحشد والاقتصار على قوات حكومية رسمية وبدعم أمريكي؟ باعتقادي أنه الحشد هناك حشد كما تعرفون من أبناء محافظة نينوى، فهم الذين أيضا سوف يشاركون في المناطق الوسطى والجنوبية، أيضا سوف يشاركون في عملية التحرير. نعم، كما تعرفون هناك نازحين مئات الآلاف من النازحين في المحافظات الوسطى والجنوبية، هؤلاء النازحين سوف يكون لهم أيضا دور في عملية التطهير. نعم سيدي الكريم، هناك إصرار كبير من قبل الحشد على المشاركة، برأيكم ما الأسباب التي تدفعهم إلى المشاركة وماذا ستضيف هذه القوة للمعركة؟ حقيقة اليوم أي إصرار أو أي قوة تشارك في محافظة في تطهير محافظة نينوى فهي مرحب بها، سواء كانت من قوات حرس الإقليم الجيش مرجع أو أصناف قوات الأمن العراقي أو الحشد. نحن اليوم في محافظة نينوى لدينا عدو واحد وهو العدو الذي اقتصب الأرض والعرض هو داعش الإرهابي، فكل من يمد يده فنحن نرحب به. نعم، سؤال أخير سيد محمد، الجميع اليوم يتحدث عن إكمال استعدادات تحرير المدينة، هل بالفعل انتهيتم من جميع الخطط وهل تتوقعون معركة حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة؟ يعني حقيقة بعد ما انتقلت قيادة القبطة 15 إلى مقر قيادة عمليات تحرير نينوى وكذلك أفواج المغاور وكذلك هناك عدة أفواج من الفرقة الذهبية سوف ايضا تشارك في العمليات، بعد استكمال توزيع هذه القوات ومسك هذه القطعات الارض سوف تكون لها هناك عمليات تمهيديه بالقريب العاجل تتوقع في خلال الشهر الثالث، قبل ان ينتهي الشهر الثالث سوف تكون هناك عمليات من عده محاور، وكذلك هناك اوضعنا من ضمن الخطه هناك عده منافذ اكثر من 11 منفذ لإخلاء مواطنين المحافظة نينوى الذين هم اليوم أسرى بيد داعش الإرهابي. نعم، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى محمد البياتي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أكدت قيادة العمليات المشتركة أن ثوار هيت هاجموا عناصر من تنظيم داعش وأحرقوا مقرات التنظيم وسط القضاء. القيادة وفي بيان لها أكدت أن الأهالي في القضاء انتفضوا وقاتلوا داعش بعد أن أقدم التنظيم على إعدام مواطنين قرب ساحة وسط المدينة بتهمة الاتصال بالقوات الأمنية، مضيفة أن ثوار هيت قتلوا أربعة من عناصر داعش بينهم المدعو أبو حفصة
التونسي وأبو عمر الفلوجي، كما هاجموا أيضا مقر بناية اتحاد النساء في القضاء وأحرقوا 3 عجلات تابعة للتنظيم. وفي هذه الأثناء قتل أكثر من 20 إرهابيا أو قتل أكثر من 20 إرهابيا بينهم ما يسمى بوالي الأنبار بقصف جوي في هيت والرطبة. بيان لوزارة الدفاع ذكر أن طائرات القوة الجوية تمكنت من استهداف تجمع لعناصر داعش في مزرعة غرب قضاء هيت، ما أسفر عن مقتل ما يسمى والي الأنبار وهيب البعابر ومساعده محمد طليب مع أكثر من 20 إرهابيا من جنسيات عربية متعددة، مضيفا أن الطائرات وجهت ضربة لإحدى مواقع اجتماع قادة داعش في حي الميثاق بقضاء الرطبة، وأسفرت على تدمير 10 عجلات وقتل جميع الموجودين في الوكر من الإرهابيين من جنسيات عربية. أفاد مصدر محلي في صلاح الدين بأن تنظيم داعش منح سندات ملكية لأكثر من 100 منزل سكني مصادر لقادته وعناصره في الشرقاط. مصدر أوضح أن لجنة تسمى حصر العقارات في تنظيم داعش وزعت أغلب المنازل التي تعود لمنتسبي القوات الأمنية ومسؤولين محليين وشيوخ عشائر وتجار، لافتا إلى منح العقارات جاء كمكافأة لهم، كما أشار إلى أن أغلب من جرى منح العقارات لهم ليسوا من أهالي الشرقاط وبعضهم عرب الجنسية. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معنا أن معدل الجريمة في العراق يعد طبيعيا إذا تمت مقارنته ببعض دول العالم، وأشار معا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من إلقاء القبض على العديد من العصابات ما أسهم في خفض معدلات الجريمة. نسبة الجريمة لو قورنت في العراق بالكثير من الدول هي بمعدل طبيعي أو حتى في بعض الأحيان بمعدل أقل من باقي الدول، لكن بعض الأحيان يكون هناك تضخيم. لا ننكر أن هناك جريمة ولا ننكر أن هناك بعض عمليات الخطف هنا وهناك، ولكن أيضا في ذات الوقت هنالك عملية مستمرة لقواتنا الأمنية لقيادة عمليات بغداد لوزارة الداخلية بتشكيلاتها مكافحة الإجرام والكثير من العصابات اللي تم إلقاء القبض عليها المتورطة، والكثير من العمليات الاستباقية لقواتنا الأمنية لإلقاء القبض على الكثير من العصابات الإجرامية والجنائية حتى قبل عملية التنفيذ من خلال معلومات. أعلن مجلس محافظة البصرة أن عمليات تفجير المخلفات الحربية في البصرة جاءت بعد عثور القوات الأمنية على مخلفات قديمة أثناء حملات الدهم والتفتيش للبحث عن المطلوبين. عضو المجلس حسام المنصوري أشار إلى إمكانية استمرار هذه الحملات في المستقبل نظرا لطبيعة الأوضاع الأمنية في المحافظة. أثناء عمليات المداهمة التي حصلت في الفترات الأخيرة من قبل القوات الأمنية وخلال المسح الذي تقوم به الفرق الخاصة بمسح الأراضي السكنية وغير السكنية، الأراضي المخصصة للمشاريع في مناطق متفرقة من البصرة، يتم العثور على مخلفات حربية يعني كثيرة وكبيرة، بالتالي يتم نقلها إلى مكان خارج مناطق السكن ومعالجتها من خلال تفجيرها مثل ما حصل صباح هذا اليوم في محافظة البصرة وفي منطقة شط العرب تحديدا. منع أحد حماية مركز توزيع البطاقة الوطنية في محافظة كربلاء محافظ كربلاء عقيل الطريحي من الدخول إلى المركز وأشهر السلاح بوجهه بعد مشادات كلامية مع حماية المحافظ. وقال مراسل المدى أنه خلال حفل افتتاح مركز توزيع البطاقة الوطنية في مدينة الزائرين وبحضور المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن في المحافظة، قام أحد أفراد حماية المركز التابع إلى العتبة الحسينية بمنع المحافظ عقيل الطريحي من الدخول إلى قاعة الحفل. وأضاف المراسل أن مشادات كلامية حدثت بين أفراد حماية المحافظ وحماية المركز قبل أن يقوم الأخير بإشهار السلاح بوجه المحافظ لكي يمنعه من الدخول إلى قاعة الحفل، مبينا أن الطريحي غادر الحفل غاضبا من دون أن يدخل إلى قاعة المركز للمشاركة في حفل الافتتاح. Thank you.
إنصاف أكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الخاص وما تسعى إليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ناقشت باستفاضة الضمانات الاجتماعية للعمال من خلال ورشة عمل أقامتها مع الجهات المختصة. بغية النهوض بالقطاع الخاص والتركيز على توفير ضمانات اجتماعية لجميع العاملين فيه، أقامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل للتأكيد على الضمان الاجتماعي في أغلب المؤسسات غير الحكومية بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والقطاعات الخاصة، بالإضافة إلى بعثة البنك الدولي. قلق بالحقيقة، بذلك شوف الناس تتجه للتوظيف الحكومي، يعتبرون الوظيفة العامة هي شركة تأميع الحياة. هاي الشركة يجب أن تنتقل إلى القطاع الخاص أيضا، وهذا ما نعمل عليه في هذه الورشة بالحقيقة، انه اصدار قانون للعمل الضمان الاجتماعي مستقبلا، يعني يجعل هناك حاضنه لكل مواطن عراقي، حاضنه حمائيه، فالحمايه لا تتوفر بس في الوظيفه الحكوميه، وانما تكون متوافره للعامل في القطاع الخاص. تخفيض الضغوطات على الوظائف الحكوميه كان من اهم المحاور التي ركزت عليها الورشه في اعتماد الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص اسوه بالعاملين في القطاع الحكومي. هاي الورشه مفيدة جدا للوصول إلى خلاصة أو إلى رؤى لعملية تعزيز ثقافة الضمان الاجتماعي والوصول إلى نظام ضمان اجتماعي متكامل للعاملين في القطاع الخاص، وتحقيق ما يسمى بموضوع التأمينات الاجتماعية، وهي مظلة حماية اجتماعية تشمل الفقراء والعاطلين عن العمل وفق دائرة معينة، تبدأ من التسجيل العاطل عن العمل، توفير فرصة عمل له، تدريبه وتوفير فرصة عمل له، وهكذا. علينا أن نشارك هواي جهات عندنا الآن إحنا في هذا الموضوع، في موضوع الضمان الاجتماعي، ان 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 نشارك الضرائب، ان ممكن نشارك القانون، عندك ايرادات النفط، عندك النفط ملك الشعب العراقي بالدستور، وين تطبيقه؟ على كيفين تطبيقه هنا بالنسبه المعينه كي يفهم الانسان. ايضا هناك اشياء اخرى، الاوقاف، هاي المال الاوقاف اللي اساسا تنبني بها اشياء، ليش مثلا اعطي قسم من ادي الى الضمان الاجتماعي لكي ابني بها دولة وابني بها مواطن. الدمج بين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وقانون التقاعد الموحد بحسب المختصين ربما يسهم في انصاف اكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الخاص الذين يجهلون مصير سنوات خدمتهم في الدوائر والمؤسسات التي عملوا فيها. من بغداد ضياء حاتم، المدى. أكدت وزارة النقل أنه لا توجد أي مشاكل في تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، لأنها تعتبر مردودا اقتصاديا جديدا يضاف إلى الموازنة العامة، فيما اعتبر المواطنون جباية أموال جديدة عبر هذا القانون يثقل من كاهلهم. دعينا الحكومة إلى مراجعة قرار العمل به. المزيد في تقرير إبراهيم المحمود. لجأت الحكومة مؤخرا بعد انخفاض أسعار النفط إلى تنويع مصادر دخل الموازنة العامة، منها تفعيل العمل بالقطاعات الأخرى ووضع تحريفة جمركية على المنافذ الحدودية ليشكل عبئا آخر على كاهل المواطن، وتنويع الموارد المالية بحسب ما أعلنه وزير النقل خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في هذا الجانب. إن الاقتصاد العراقي لن يكون حاد جانب، فقط نعتمد على النفط، وشفت النفط ناخذ 25 دولار 12 دولار نعطي جولات التراخيص، و10 دولارات 12 او 12 دولار تبقى للشعب العراقي. هذا لازم يصير بديل له، البديل هو التعرفة الجمركية، البديل هو الضرائب، البديل كما تعمل كل دول العالم. لذلك احنا هاي المرحلة صحيح معقدة ويصير بها تلكؤ، بس اصرار الحكومة ان تستمر بهذا الجانب انا اعتقد راح تمشي، ما عندنا مشكلة في هذا الجانب، ابدا ما عندنا مشكلة في هذا الجانب. لجنة الاقتصاد النيابية أكدت أنها بحثت مع مجلس الوزراء مواضيع عدة، منها مراجعة النظر بأسعار التعرفة الجمركية التي وضعت على المنافذ الحدودية. كان لنا اجتماع مع مجلس الوزراء قبل أيام، وتم مناقشة إعادة النظر في كثير من الأمور التي طلبها المختصون في
هيئة الجمارك، وأعتقد خلال الأيام القادمة ستكون هناك نسخة أخرى من التسعيرة. تفعيل التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية لتعظيم الواردات المالية للحكومة دون دراسة اقتصادية لدخل الفرد يراها مختصون سلبا على الحركة التجارية في العراق، وبالتالي قلة الواردات وتقليل حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد. تظاهر العشرات من موظفي المصارف الحكومية أمام مبنى وزارة المالية وسط بغداد احتجاجا على استقطاعات قروض 100 راتب. التظاهرة طالبت بإلغاء سلم الرواتب الجديد أو تقليل الاستقطاعات التي أصبحت تثقل كاهل الموظفين، خاصة مع سلم الرواتب الجديد كون أقل استقطاع يزيد عن 270,000 دينار شهريا، فيما هددوا بالاعتصام في حال عدم تلبية مطالبهم. احنا قطاع موظفي حكومي المصارف الحكومية تحديدا، مصرف زراعي، مصرف صناعي، شريحة من موظفي مصرف الرافدين، مطالبنا محددة اللي هي استقطعوا رواتبنا، واحنا تمويل ذاتي، احنا ممولين نفسنا بنفسنا، احنا موظفين نشتغل ونمول نفسنا. دخلونا بموضوع الموازنة وبالاستقطاع، ولذلك الموظفين طلعت اغلبية رواتبهم بالسالب. احنا هذه الشريحة لا عندنا مخصصات، احنا بس مجرد الراتب الاسمي ومضروب في شهادة كل شخص من عندنا. 50% من رواتب موظفينا اصبحت بالسالب، يعني عندي موظف يدفع 280,000 دينار، 280 ألف دينار فوق الراتب. أنا واحدة من الموظفين اللي راتبي صار 64,000 دينار، اللي كان أصل اللي هو 216، أخذنا سلف لأن كان رواتبنا أكثر من هذا المبلغ، قل هسه، وكل شيء عندهم هسه منين يقللون الرواتب بأثر رجعي. أخذوا من عندنا من شهر 11 لحد الآن رواتبنا ما تغطي هذا الشيء، كل شيء ما بقانا، وهسه إحنا مطلوبين للدولة، الموظف يشتغل من الصبح إلى الظهر لساعة 4 العصر، يكون هو مطلوب للدولة؟ ليش إحنا مداومين؟ 300,000 دينار تقصنا أنت، أدفع للدولة أنا 70,000 دينار، 70,000 دينار أدفع، هذه هياته، هذا هيات الحركة المالية مالتي، أنا جايبها وهياته، هاي الحركة المالية صورها، 70,000 دينار أنطي أنا من راتبي، من جايب الحركة المالية مالتي؟ من جايبه بالسالب بدي ادفع 70,000 دينار، كافية حكومة. وهذه المظاهرات راح تستمر لحين تحقيق المطالب، بس للأسف الشديد ولا واحد من المسؤولين داخل وزارة المالية، هسه الوزير مسافر، الوكيل موجود، نزل ادفاع يعني شافنا احنا شريت، دز بالبداية علينا، دخلنا احنا ممثلين المصرف 5، ما سمحوا لنا بالدخول الا شخص واحد. قال لي ايه مطالبكم راح ندرسها، يعني معناته ماكو تنفيذ. وفي محافظة ميسان تظاهر العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المترتبة بذمة الحكومة المحلية والتي تقدر بمليارات الدنانير، مؤكدين أن أغلب مشاريعهم توقفت وتم تسريح عدد كبير من العاملين بسبب العجز المالي. وطالب المتظاهرون الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لحل مشكلتهم التي باتت تهدد الكثير من العوائل بالفقر. نطالب باستحقاقاتنا المتأخرة صار لها سنة ونص، يعني من المعقولة يطلعون علينا شرطة ويحترضوننا؟ لا طلعون، ما مسموح لكم، وذيك المرة نفس الشيء بالمحافظة سووه. يابا احنا نطالب مستحقات مال المحافظة، طلعوا ويانا الضامن ويانا، عندنا نواب، عندنا اعضاء اعضاء مجلس، ماكو كلمة الملتهيلة براتبة، اهم شيء راتبة وكرسية، وهاي الناس يطبها طوب حشاك. مطالبنا نريد فلوس، ابسط فلوس نريد 10% من فلوسنا، نريد بس السد، الناس تطلبنا، ملت الناس تطلبنا، عمال يعني العامل شنو ذنب العامل؟ احنا ناس عمال، ناس عمال، وعلى باب الله وعلى الله وعلى المقاولين، المقاولين قطعوا ارزاقهم، كل عمل ما عندهم، مطلوبين، الناس جاي تدق بيبانهم، احنا نطلبهم، انا واحد من عندهم جاي اطلبهم، اطلبهم فلوس. اكثر من 200 واكثر من 225 شركه في محافظه ميسان عملت وانجزت مشاريعها على افضل وجه. الحكومه المركزيه لم تلتفت علينا. تم زياره جناب المحافظ عده مرات، وتم الجلسه مع المجلس عشرات المرات، واوعدونا انه تكون هذه المظاهره مظاهره سلميه تضامنيه، نرفع من خلال هاي المظاهرة صوتنا إلى حكومة المركز، لا
بالالتفاتة على حقوق شركات ميسان. توقعت هيئة الأنواء الجوية استمرار تساقط الأمطار والعواصف الرعدية إلى الأربعاء المقبل، فيما أشارت إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة من يوم الجمعة المقبل. بيان للهيئة ذكر أن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الناتج عن اندماج منخفضين من البحر المتوسط والبحر الأحمر سيستمر غدا الثلاثاء، ليكون الطقس في المناطق كافة غائما جزئيا إلى غائم مصحوب بتساقط أمطار تكون في المناطق الشمالية بين الغزيرة والمتوسطة، وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية متوسطة مع حدوث عواصف رعدية أحيانا. أعلنت وزارة الكهرباء تضرر 5 خطوط ناقلة للطاقة في بغداد والمحافظات بسبب الأحوال الجوية، مبينة أن الأمر سيؤدي إلى نقص في ساعات التجهيز. وقالت الوزارة في بيان لها أن الخطوط التي خرجت عن الخدمة هي خط ديالة كركوك وديالة ميرساد وديالة حمرين وديزلات سامراء غربي بغداد والمقدادية حمرين. وأوضحت الوزارة أن الملاكات الهندسية والفنية العاملة في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأعلى باشرت بإجراء الكشف الموقعي على هذه الخطوط ليتم إعادتها تباعا بعد تحسن الأحوال الجوية. وأخيرا من جهتها دعت أمانة بغداد المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة تحسبا لهطول أمطار غزيرة على العاصمة بغداد. الأمانة في بيان لها دعت المواطنين إلى التعاون مع الملاكات الخدمية وفتح المجال أمامها لتسريع عملية تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أهمية الابتعاد عن أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وأسلاك المولدات الأهلية منعا لحدوث الصعقات الكهربائية أثناء هطول الأمطار. كما دعت أمانة بغداد المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الطفح التي تحصل في هذه المحلة أو تلك لغرض معالجتها بأسرع وقت ممكن. مشاهدي ومستمعي المدى، هذه انتقالة إلى الأخبار الرياضية مع الزميلة إيناس. أهلا إيناس. أهلا ماجدة. أهلا أحبتي المشاهدين، أخبارنا الرياضية بعد الفاصل. أهلا بكم. يخوض فريق نفط الوسط في الساعة 3 عصر يوم غد الثلاثاء أولى مبارياته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيلتقي مع فريق طرابلس اللبناني على ملعب باص في العاصمة الإيرانية طهران ضمن مباريات المجموعة الثانية. وقال حارس مرمى الفريق نور صبري أن جميع اللاعبين يشعرون بالمسؤولية كوننا سنمثل الكرة العراقية، إذ يتوجب علينا الظهور بمستوى جيد ونحقق الطموح الجمهور وإدارة النادي التي بذلت جهودا كبيرة في سبيل توفير الأجواء المناسبة. حقق فريق أمانة بغداد فوزا كبيرا على ضيفه الصناعة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 16 للمجموعة الثانية بدور الكرة الممتاز. وجاءت أهداف أمانة بغداد عن طريق اللاعبين المحترف أكوري ومروان عباس وسجاد حسين. وبهذا الفوز رفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 24 التي وضعته في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد الصناعة عند النقطة 10 في المركز الأخير. اختتم فريق الشرطة تحضيراته لمواجهة مضيفه الميناء يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 16 للمجموعة الثانية بإقامة وحدة تدريبية على ملعب الشعب الثاني ذات العشب الصناعي. محمد الخفاجي والتفاصيل. تحضيرات متواصلة اختتمها نادي الشرطة بوحدة تدريبية على أديم ملعب الشعب الثاني ذو النجيل الصناعي قبل أن يغادر وفد القيثارة إلى أقصى الجنوب لمواجهة فريق الميناء في مباراة لا تقبل القسمة على 2، لا سيما أن الفريقين يسعان لخطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى دور النخبة. الميناء بأرضه، يعني فريق صعب متمرس، صعب بجمهوره، صعب بكادر التدريبي، صعب بإدارته، صعب بلاعبينه. يراد لها يعني احنا بهاي الفترة يعني تدري لازم نفسيا ومعنويا، لأن الفريق نهاية الدوري يعني يمتلك لياقة بدنية جيدة، فالكادر التدريبي في هذا يعني عليهم على اللاعبين، يعني احنا نبث روح المعنوية والثقة بالنفس باللاعبين ولا ينسوا مباراة الميناء بأنهم جاؤوا
من فوز على زاخة وفوز على أمانة بغداد، يجب عليهم التركيز على هذه المباراة لأنها مفترق طرق. كتيبة القيثارة الخضراء المنتشية بانتصارين على التوالي ستكون أمام مهمة صعبة بمواجهة السفانة الذي سيكون متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، الأمر الذي سيزيد من صعوبة اللقاء وحساسيته بالنسبة لكلا الفريقين. مباراة مهمة، أول شيء على ملعبهم جمهورهم، ثاني شيء ملعب تارتار راح يكون، فالظروف كلها هي راح تصب لمصلحة الميناء، لكن احنا كنادي شرطة وكلاعبين ككادر تدريبي يمكن مستقرين الحمد لله قدرنا انه نحصل على عدة نقاط. ان شاء الله انه هي مباراة صعبة بس نسعى انه نقدم اكثر شيء عندنا، واهم شيء ثلاث نقاط، احنا رايحين على ثلاث نقاط لا غير ثلاث نقاط، لان تعرفوا هسه اللي يخسر يطلع من المنافسة. اشوف ان شاء الله نفوز. فض الشراكة على وصافة الدور الممتاز سيكون هدف فريقي الشرطة والميناء في هذه المباراة التي سيضع الفائز فيها قدما في دور النخبة. من بغداد محمد الخفاجي المدى. أكد الملاك التدريبي لفريق أربيل الكروي أن لاعبيه كانوا على قدر المسؤولية في مباراتهم أمام النجف ضمن مباريات الجولة 16 للمجموعة الثانية بالدور الممتاز، وأوضح الملاك التدريبي أنه تخوف من إضاعة الفرص السانحة للتسجيل، لا سيما أن هذا الأمر كلفهم إهدار الكثير من النقاط في الأدوار الماضية. يشار إلى أن فريق أربيل فاز على ضيفه النجف بهدفين دون رد. أعربت إدارة نادي الشرطة أن فريقها بكرة الطائرة يمتلك فرصة جيدة للفوز بلقب الدوري للموسم الحالي رغم الصعوبة المهمة. أكدت إدارة النادي أن فوز الفريق بلقب دوري الكرة الطائرة للموسم الحالي ما زال قائما إذا ما نجح في تحقيق الفوز بالمرحلتين الأخيرتين من منافسات الدوري، وفي حال لم يتمكن من تحقيق إنجاز لقب وصيف الدوري. يشار إلى أن فريق البحر يتصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز. حقق لاعب نادي نفط الجنوب عبد الخالق صبيح المركز الأول في بطولة السوبر بوزن 51 كيلوغراما، وشهدت منافسات وزن 54 كيلوغرام فوز لاعب نادي الاتفاق أمير شهاب بالمركز الأول، فيما أحرز لاعب نادي الكوت محمد مطر المركز الأول بمنافسات 57 كيلوغراما. يذكر أن البطولة اختتمت على ملعب نادي النجد الرياضي، وأشرفت عليها لجنة مؤلفة من حسن خيون رئيسا وعضو كل من ميثم حسن وعبد الزهر إبراهيم. تنطلق يوم الخميس المقبل على حلبة الشعب المفتوحة بطولة أندية العراق بالملاكمة للناشئين بمشاركة عدد من الأندية التي تمثل مختلف المحافظات، وطالب اتحاد اللعبة الأندية المشاركة في البطولة للتعاون معه للقضاء على آفة التزوير التي تؤثر سلبا على مستوى اللعبة بصورة عامة، فضلا عن إسهامها بالقضاء على مستقبل الملاكم في وقت مبكر. لذلك تمنى الاتحاد إبعاد اللاعبين المشتبه بأعمارهم قبل الدخول في منافسات البطولة. أخيرا، صادقت الجمعية العمومية لاتحاد التجديف والكانوي على التقريرين الإداري والمالي لعامي 2014-2015، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تأجيل البت بشأن تشكيل لجنة منفصلة للعبة الكانوي لحين ورود إجابة اللجنة الأولمبية على كتاب الاتحاد، فضلا عن مناقشة تهيئة كل الإمكانات المتاحة للجذاف محمد رياض الذي يستعد للانتظام بمعسكر تدريبي في إسبانيا بإشراف المدرب الإسباني فينسنت لغرض مشاركته في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو. شكرا لحسن المتابعة، هذه عودة لماجدة بعد الفاصل. شكرا للزميلة إيناس، وهذا تذكير بأهم العناوين قبل ختام النشرة. البرلمان يحول جلسة تضييف المسؤولين في تهريب الأموال إلى سرية، والجبور يشكل لجنة عليا تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المسروقة. النزاهة تحيل ثلاثة مسؤولين كبار للقضاء بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع، والهجرة النيابية ترفع ملف فساد لجنة النازحين إلى النزاهة. العبادي يبحث مع الكتل السياسية التوصل إلى اتفاق لاختيار كابينته الجديدة، والأحرار تمنح الحكومة تفويضا مشروطا للتغيير الوزاري.
مجلس نينوى يجدد رفضه مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل واستمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى مخمور استعدادا لساعة الصفر. مشاهدي ومستمعي المدى، نشرتنا الإخبارية انتهت، شاكرين لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، دمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.